مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الثلاث 1/6/2021، وما زالت اصداء عيد دخول السيد المسيح والعائله المقدسه لارض مصر تتواصل. كلمتكم امبارح عن هذا العيد في المقدمه ايضا، وزعنا على حضراتكم لقطات من الاحتفال الذي اقامته الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بمسرح الان برويس بالعباسيه. والنهارده زي ما حضراتكم شفتوا لسه خالص من على الشاشه، من على شاشه ميسات، الاحتفال الكبير اللي اقيم ايضا في كنيسه العذراء بكورنيش المعادي. وكلمتكم امبارح عن هذا المكان وعن تسميه المعادي كلها والدير والكنيسه باسم العذراء العدويه، وكل ده جاي من كلمه التعديه اللي عدتها العائله المقدسه لانها عدت النيل من هذا المكان. النهارده كان في احتفال كبير، احتفال ضخم، وشرفوا عدد من السادة الوزراء والمسؤولين والأباء الأسقفة وقداسة البابا على رأس الاحتفال. والاحتفال كان فيه فقرات فنية من عزف وتري لأيوب سيسترز، فريق لطيف يعني بنتعرف عليه في مصر جديد، بس فريق لطيف وجاد. وكان الحفل من تقديم النجم الكبير ماجد الكدواني على المسرح لايف. والحقيقة أنا سعيد بظهور ماجد قدام الناس بعد ظهوره الأخير في الاختيار 2، وطلعت إشاعة سخيفة إن هو أصيب بمرض جلدي خطير، وكانت الصور نفسها للمتخصص يعني طبعا مفهوم إن ده أكيد إشاعة لأنه كان في شنب شكله غريب كده. أنا شخصيا أول ما شفت الصورة قلت طب ماجد هيعمل شنبه كده ليه؟ ده كان من فيلم تراب الماس وكان مكياج، ويعني استمرت شوية لغاية لما الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني يعني قال إن بابا كويس ومفيش حاجة. والنهاردة ساعدنا برؤية ماجد الكدواني الفنان الجميل الرائق الرائع الرائق في أدائه التمثيلي. والحفل كان من إخراج المخرج داني سمير سيف. خلينا نقول لكم هنعمل إيه النهاردة. هيكون عندنا فقرة حوار، ما زالت مصر بترعى بمنتهى الجدية والقوة مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية لتوحيد وجهات نظرها. النهاردة هيكون معانا الأستاذ محمد علي أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، للحديث عن سعي القاهرة لتوحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية. هنستعرض شوية أخبار وبعد كده هنقول لكم أخبارنا بالتفصيل. تفضل.